موقف. أولا طلب منا كأن نصير قمة عربية، أنا موقف العرب ترى يأذيني حقيقة، يعني أنا من هذا الاستوديو مرة صارت عندي ذبحة هذا همين على موضوع معين، والله العظيم موقف العرب، لكن انتو شنو غيرة ماكو يا جماعة الخير؟ يعني شنو السالفة؟ زين أقلها أضغط عليهم بالمفاوضات، أضغط عليهم بشي تمام لولا حرب 73 تثنياتكم معين. أنا شو أسوي لك؟ مو موجود إيراني أبو سامر لسان حال العرب. عجيب. شو العلاقة؟ هاي والله حلوة. يعني أنت يعني دقيقة مرة خصتك أستاذ أحمد، يعني أنا والله لي أنعدى يعني أعطك شيء وآزرون، هاي أعطك شيء عندهم هذا. إيش أسوي لك أنا؟ أدعمك وأنطيك كم فلس تروح جيب مايات وغذاء. لا أنا راح أوضح. تريد نكون بسلاح ويا كريم. شوية خلي أتكلم اللي ما تقدر تكلمه أنت وأنت أخويا يعني. لا. شقد أن يعطي نسبة كبيرة من العرب يتمنون إبادة حزب الله، وإذا عندك اعتراض أنت وسيد عباس قول نعم.